يوم المباراه علي، يعني عايز ابارك لك اداء رائع جدا، هدف اسيست، مبروك على الفوز النهارده. الف مبروك ان شاء الله لجمهور النادي الاهلي كله والفريق الكل، الناس الكل اليوم كنا حاضرين كما يلزم للمقابله، كنا نعرف ان المقابله مش تكون ماهيش سهله مع فريق كبير كما النجم الساحلي، لكن احنا العزيمه بتاعنا والاصرار والروح اللي كانت موجوده في الملعبيه خلتنا اليوم نعملوا مقابله باهيه. الحمد لله عملنا خطوه طول النهائي، ما علينا كان نكملوا نخدموا ونركزوا ان شاء الله. محظوظ على الانديه التونسيه. قول لي، وانت لما كنت بتلعب في الصفاقسي واكيد كان ديربي سواء مع الترجي او النجم الساحلي، الهدفين سواء في الترجي او في النجم الساحلي بيمثلوا لك ايه؟ الحمد لله الحمد لله، لا هدفين واثنين اسيست برضه في الماتش. الحمد لله الواحد يخدم على روحه، عنده جمعيه يدافع عليها هي النادي الاهلي، ان شاء الله ما زالت النهائي تو نحاولوا نتوجوا باللقب ان شاء الله. تالق وليد ازارو النهارده، يمكن كلكم كلاعيبه النادي الاهلي كنتوا بتساعدوه في الملعب، قدروا انه يحرز هاتريك، عايز اخد تعليقك النهارده. وليد من المهاجمين الممتازين اللي في النادي الاهلي، يخدم في خدمه كبيره برشا، الحمد لله اليوم جاء التوفيق، وان شاء الله الناس تعرف اللي وليد ازار هو مهاجم باهي وعنده الامكانيات الكل باش يبقى احسن مهاجم ان شاء الله. مباراه الوداد مازال نفرحوا، تو عندنا يوم على نفرحوا فيه ان شاء الله، وان شاء الله نحضروا المقابله نتاعنا كما يلزم ان شاء الله. مبروك علي. ده طبعا كان لقاء مع احد نجوم المباراه، لسه مستمرين معاك وهيكون معانا ان شاء الله لقاءات اكتر واكتر في ظل هذه الفرحه الكبيره جدا للنادي الاهلي.